نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلهي إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك ولك المنة علي، وإن ظهرت المساوئ مني فبعدلك ولك الحجة علي. إلهي كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمك، وكلما آيستني أوصافي أطمعتني مننك. إلهي منك أطلب الوصول إليك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، سيد العرب والعجم، إمام مكة والمدينة والحرم. فهو القائل: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة، فصلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على من قد شفى بالريق عين الضرير ولبغة الصديق، وأعاد طعم الماء مثل رحيق المج فيه العنبر المختوما. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على من كلمته زراع وبفضله كفت المئين الصاع، والجزع حن له وما الأجزاع بأرق منا أنفسا وفهوما. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسلما معا، فاستشهد أحدهما في غزوة من الغزوات ومات الآخر بعده بعام. يقول سيدنا طلحة: فرأيت في المنام وكأن يوم الآخرة قد قام، وأنا مع هذين الاثنين. فخرج خارج من الجنة فأدخل الذي مات بعد صاحبه بسنة، ثم نادى على الذي استشهد ليدخل بعده الجنة، ثم قال لي: لم يحن دورك بعد. فأصبحت فحدثت الناس بما رأيت في منامي حتى بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علام الاستعجاب: ألم يعش معنا، يعني الناس يستغربون كيف الذي استشهد يدخل الجنة بعد الذي لم يستشهد، وهو كان يقبل الشهادة ويجاهد ولكنه لم ينل الشهادة، فكيف يدخل بعد صاحبه؟ ماذا فعل؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ألم يعش معنا رمضان؟ ألم يصم كذا وكذا؟ ألم يكن معنا كذا وكذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فما بينهما أبعد من السماء والأرض. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بينهما أبعد من السماء والأرض. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. اغتنموا وادخلوا واستقبلوا هذه النفحات، ف
فلعل أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. اللهم اجعلنا منهم. نفحة، النفحة هي العطاء العظيم على العمل القليل. تصلي ركعتين، ربنا ممكن بهذين الركعتين مع حضور قلب ومع انشغال البال بالله سبحانه وتعالى وغيبة عما سوى الله، ركعتين تصيبك في هاتين الركعتين نفحة من نفحات الله، فيكون الله من أهل الجنة. اللهم اجعلنا منهم. ألا فتعرضوا لها فلعل أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. ولذلك لا بد أن نحسن استقبال شهر رمضان، وحسن الاستقبال لا يكون بأن تفرح بدخول رمضان، بل بأن يفرح بنا رمضان. ولذلك كان حديثي مع حضراتكم اليوم تحت عنوان رشدت رمضان، وأعني بهذه الكلمة المعنى الحرفي للكلمة، حيث أنك حينما تمرض أو تذهب إلى الطبيب فهو يعطيك بعد تشخيص المرض يعطيك دواء تسير عليه حتى تشفى بإذن الله. فقد وضعت من خلال ما قرأت لعلماء السلوك والتزكية بعض الخطوات الدقيقة التي إذا صرنا أو سرنا عليها في شهر رمضان نكون إن شاء الله في هذا الشهر من الفائزين. الكبسولة الأولى والأخيرة هي كبسولة واحدة إذا فهمناها وهي خطبتنا اليوم. كبسولة علماءنا الهلة سموها التخلية قبل التحليل، ده الاسم، اسم الكبسولة التخلية قبل التحليل. يعني التخلية قبل التحليل، إنني لو معي الآن كوب من الماء مليء بالماء أو مليء بالخمر، وجدت بكوب من الماء وأردت أن أملأ هذا الكوب بكوب بالماء وهو فيه خمر، هل سيستقبل هذا الكوب الماء أم سيفوض؟ سيفوض. إذا أنا الهاتف بتاعي اللايت لابد المخزن او المخزون مملوء بالملفات وانا عايز اضيف عليه ملفات وهو مليء بالملفات، هل سيستقبل؟ لن يستقبل. كذلك القلب لا يصح ابدا بحال من الاحوال ان تستقبل شهر رمضان بالطاعات، يبقى تقف مع الامام ومع الناس في الخلف تجد الخاشع، تجد الباقي، تجد الذي يغوص ويسبح في روحانيات وأنت لا تتأثر لأنك دخلت غلط، بدأت غلط. غالبا يأتي رمضان تجد الهمة سبب أساسي أنك لا تستطيع أن تستمتع بالعبادة في رمضان أنك تبدأ خطأ. ولذلك القلب مثل جهاز الاستقبال، بالضبط مثل جهاز الاستقبال، يشوشه الذنوب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر مسحت، وإن عاد زيد فيها، تفضل النقطة النقطة الصغيرة تزيد 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 حتى يعلو قلبه وهو الران. ثم تلا قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الران هو حائط
يكون على القلب حبط معنوي من الذنوب لا يجعل القلب يستقبل الكلام، فإذا خطب الخطيب ألف خطبة عن التوبة فهو لا يستقبل أصلا، وإذا قرأ الإمام القرآن كاملا في رمضان لا يجد من حوله يبكي ومن حوله متأثر والكل يخشع وهو لا يستطيع الوصول إلى هذه الدرجة. لماذا؟ بدأ خطأ، القلب عليه غشاوة، هذه الغشاوة تمنع من استقبال كلام الله ولا يفهم منها مراد الله. ولذلك انا بديك، انا ممكن اكلمك عن رمضان وجمال بس هتقع، انا بديك علاج نهائي لما تخش على رمضان كيف تبدا بدايه صحيحه. البدايه لازم من العبادات، البدايه من اخراج كل ما في القلب وتطهيره. تمسح بقى الديليت، تعمل ديليت بقى الايلاب عشان تحمل من اول وجديد، تكب اللي في الكوب حتى تستطيع ان تملأه بالماء او باللبن، تخرج كل ما في قلبك من المنكرات. وهقول لك ازاي تخرج كل اللي في القلب، هذا ما يسميه علماء السلوك التخليه، يعني اخراج كل ما في القلب وتطهيره وتجهيزه وتهيئته لشهر رمضان. فإذا لم تفعل ذلك وبدأت زي ما الناس تبدأ، بدأت بالعبادات روح بقى صلاة التراويح واحضر الفجر، فإنك قد بدأت بداية خاطئة سرعان ما يزول همتها بعد سابع أو ثامن يوم، ثم تشعر هذه الهمة في آخر عشرة أيام أو في آخر سبعة أيام ثم لم تخرج من الشهر بشيء. فتبدأ أولا بالتخليل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقال عبد الله بن المبارك، قيل لوهيب بن الورد: أيستمتع بالعبادة من يعصي الله؟ قال: ولا من هم حتى بمعصية الله، حتى أن عنده نية المعصية لن يستمتع بالعبادة. وسئل ابن مسعود: كيف كنتم تستقبلون شهر رمضان؟ قال: ما كان أحدنا يجرؤ أن يستقبل الهلال وفي قلبه مثقال ذرة من حقد لأخيه المسلم. ده الاستشهاد على كلامي من اللي قلته، التخلية قبل التحليل. ما كان أحدنا يجرؤ أن يستقبل شهر رمضان وفي قلبه مثقال ذرة من حقد على أخيه المسلم، يعني الصحابة كانوا قبل أن يستقبلوا شهر رمضان يبدأوا بتطهير قلوبهم من الآثام والذنوب. والتخلية معناها الوسيط اللي هي التوبة، والتخلية معناها فعل الطاعات. والله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن عباس: قد دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله، ودعا إلى مغفرته من زعم أن المسيح ابن الله، ودعا إلى مغفرته من زعم أن عزيرا ابن الله، ودعا إلى مغفرته من زعم أن الله فقير، ودعا إلى مغفرته من زعم أن يد الله مغلولة، ودعا إلى مغفرته من زعم أن الله قال ثالث ثلاثة. يقول لهؤلاء: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ دعا إلى مغفرته من أخطأ في حقه، وجعلوا له إلها وجعلوا له ابنا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض
وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ومع ذلك دعاه إلى مغفرته ثم دعا إلى توبته من هو أعظم قولا من ذلك دعا إلى توبته من قال أنا ربكم الأعلى ودعا إلى توبته من قال ما علمت لكم من إله غيره ثم ختم ابن عباس في تفسيره لهذه الآية قال فمن آيس عباد الله أو يأس عباد الله من التوبة بعد ذلك فقد جحد كتاب الله فمن آيس يعني يأس جعل الناس ينسون من رحمة الله فمن آيس الناس من التوبة بعد ذلك فقد جحد كتاب الله سبحانه وتعالى وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر إن الله يقبل توبة العبد ما لم يأتي أجله وقال ما هو أفضل من ذلك قال إن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد الراجع إليه ما أعظمه من الله لا إله إلا الله قال في الحديث الشريف لله أفرح بتوبة العبد من رجل سقط على بعيره وقد أضله بأرض فلاة يعني الواحد ماشي بالعربية بتاعه في صحراء العربية تقلط معوش قطاعات ولا شراب وانقطع به السبل في مكان لا يعلم أحد أنه فيه فإذا بغار يمر عليه أو بطائرة تمر عليه أو بأحد جاء ينقذه بالصدفة فانظر إلى فرح هذا الرجل يقول الحمد لله كان فرح الحمد لله قال الله أفرح بتوبة العبد من فرحة هذا الرجل وانت لسه بعيد عن ربنا وانت لسه بكسر تصلي ركعتين تقول يا رب انا عايز ارجع يا رب ساعدني ان انا ارجع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله افرح بتوبه العبد من رجل سقط عن بعيره وسقط على بعيره يعني رجل بعيره رجل الجمل بتاعه بعد ما تاه منه في الصحراء وخلاص لا مش قادر يقدر يتحرك هيموت فبالصدفه ماشي لقى الجمل بتاعه ففرح قال الله يفرح اكثر من فرحه هذا العبد وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال اذا كيف نحقق هذه التخليه نحققها باربعه اشياء دعاء استغفار ازاله الشحناء التزام الصحبه الصالحه اربع اشياء دعاء بان يتوب الله عليك استغفار إزالة الشحناء والبغضاء الأمر الرابع التزام الصحبة الصالحة الأمر الأول الدعاء قال صلى الله عليه وسلم يقول الله في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا رحت ربنا جار وراك كواكب من الخطايا ثم أتيتني لا أشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي وحد الله يعني أنا صليت ركعتين 10
في الليل في جوف الليل، ربنا ممكن يغفر لي كل ذنوبي؟ لماذا؟ ولكن ركعتين فيهما حضور مع الله. اسمع لهذا القول، قال ابو هريره رضي الله عنه: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، فان الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لله. وقال عبد الله بن عمر: ان هذه القلوب اوعيه وبعضها اوعى من بعض، فاذا سالتم الله فاسالوه وانتم موقنون بالاجابه، فان الله لا يستجيب لعبد دعاء من ظهر قلب غافل. يعني ركعتين مش اي ركعتين، هم ركعتين. احنا لو انت لو انا وانت صلينا ركعتين بس انا وانا بصلي سبحان ومش مركز ومش حاضر، قلبي منشغل بنسبة 50% مع الدنيا وبنسبة 50% مركز في الصلاة. لا، ربنا عايز يكونك تركيز 100% بس 5 دقايق وشوف الفتوحات. ولذلك احنا نسمع في الحديث ان رجل سقى كلب فدخل الجنة. طب انا اسقي الكلب واخش اخش بقى على الجنة؟ لا، الأمر لازم يتعلق بالكثرة. هذا الرجل في حالته حينما سقى الكلب، أنت لا تعلم في أي حال كان يفعل هذه العبادة، كيف كان حاله مع الله، ماذا استشعر حين فعل هذه العبادة، كيف كان قلبه في هذه اللحظة وكانت نيته مع الله في هذه اللحظة. فربما تبدأ بدعاء ولكن بحضور قلب مع الله. وإياك أن يكون الذنب صادا لك مهما عملت، أن يكون ذنبك صادا لك عن خشية التقرب وخشية الدعاء، أو تكون عندك الله ذنوبي كثيرة فكيف أستغنى أن أسجد لله وأقول له يا رب اغفر لي. اسمع من هذا القول، قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله، فإن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه. من عرف الله يستصغر كل ذنوبه إذا عرف كرم الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا: لا صغيرة إذا قابلك عدله. يعني لو ربنا وجهك بالعدل ما فيش حاجة اسمها ذنب صغيرة وذنب كبيرة. لا صغيرة إذا قابلك عدله، ليه؟ ذنب صغير. هذا الذنب الصغير من ناحية أخرى كبير. من أي ناحية؟ من ناحية أنك تجرأت على معصية الله فهذا كبير. فقال: لا صغيرة إذا قابلك عدل. يعني لو ربنا وجهك بالعدل ما فيش صغارة أصلا، من كلها كبائر. ولا كبيرة إذا واجهك فضله، ولا كبيرة تبدو أمام الله سبحانه وتعالى كل الذنوب في حقه. إذا هو واجهك بكرمه تكون كله صغر. لا صغيرة إذا قابلك عدله، ولا كبيرة إذا واجهك فضله، فتبقى وأنت مطمئن أن الله ربك. ولذلك في الصحيح: إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة. ما يبقاش هو بيدك خايف، يبقى طموح في كرم الله. إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيئا. يقول للشيء كن فيكون. الاستغفار: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. ولذلك كان لقمان الحكيم يقول
لابنه يا بني عود لسانك على قولي اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. عود لسانك على قول اللهم اغفر لي. ولذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: طوبى لمن وجد أو لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يجي يوم تيجي في القبر أو يوم القيامة قال لك طوبى اللي يجي في لائحة الصحيفة ما بين كل ذنب والتاني وبين كل عمل والتاني استغفار 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 استغفار. طوبى لمن وجد في طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ولذلك أبو منهل قال: ما جاور عبد جار في قبره أو جار في قبره أحب إليه من استغفار كثير. أحسن جار بك في القبر كثر استغفار، وأحسن صيغة للاستغفار أن تقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ولذلك يا من عدل ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم انصرف ثم اهتدى ثم اقتدى ثم اقترف ابشر بقول الله في اياته ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كان ابو نواس كثير الذنوب وفي شعره معروف شاعر من شعراء الغزل، فلما تاب وكتب قصيده ووضعها تحت رسالته قال فيها: يا رب ان عظمت ذنوبي كثره فلقد علمت بان عفوك اعظم. ان كان لا يرجوك الا محسن، ان كان لا يدعوك الا الناس اللي بتصلي وبتقيم الليل والناس اللي هي الطيبين دي، ان كان لا يرجوك الا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فلئن رددت يدي فمن ذا يرحمه، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحمه، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. الأمر الثالث رفع الشحناء. من أبو أحد مظلمة سامع هي دنيا خلصانة، لان انت عندك هدف اكبر والهدف الاكبر هو الجنه، والجنه محتاجه مسامحه. يغفر الله لكل يطلع تفعل اعمال الله سبحانه وتعالى كل يوم اثنين وخميس الحديث الصحيح: فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كان بينه وبين اخيه شحناء فيقول: انظر هذين حتى يصطلحا. سيبوا الاثنين دول لحد ما يخبوا الخلاف. فالهدف والغايه اعظم من انك لا تنال المغفره بسبب شحناء. وفي ليله نصف من شعبان في الحديث المتواتر: ان الله لا يطلع في ليله النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاهد. وقال صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم بافضل درجه من الصيام والصلاه والصدقه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين، تحلق الدين. فإصلاح ذات البين خير من الصيام والصلاة والصدقة. الأمر الأخير الصحبة. الإنسان ضعيف بنفسه قوي بغيره. شوف من اللي يقدر عنده همة عالية زي ما يقول المصري تركب معاه السكة، تركب معاه الطريق. لو أنت الدائرة التي حولك كانت دائرة من أصحاب الهمم الضعيفة والإرادات الهزيلة سيكون حالك إن لم يكن مثلهم سيكون أسوأهم. ولذلك المرء مع من احب. يا اخي ده الكلب في سوره الكهف كرم وذكر ثلاث مرات في الايه عشان كان معنا الصالحين. قال لي: وثامن سيقولون ثلاثه ايه؟
ورابعهم كلبهم، خمسة وسادسهم كلبهم، سبعة وثامنهم عشان ايه؟ عشان هو بياكل، عشان كان مع مين؟ مع الصالحين. فذكر الكلب وكرم لاجل الصحبة، ولحد النهارده كل يوم مع كل يوم بنقرأها. فاختيار الصحبة ده مهم، وتذكر وثامنهم كلبهم ربما يقول تكرم في الآخرة أو تكرم في قبرك لأجل أنك كنت تحب مجالسة الصالحين. ولذلك أبو هريرة في الحديث الشريف عن رسول الله قال: المرء على دين خليله. وابن عبد الله السكندري يقول: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. ابتعد عن صحبة اللي حاله بس مش كلامه، حاله مش كلامه. تأمل في الكلمة تشوفه ده بيكون صادق فعلا، يحافظ على انه يرحب بالجماعة ويعامل الناس بأخلاق حسنة وناجح في بيته ويعامل أهله وزوجته وأبنائه معاملة كريمة، فحينما تجده ينهضك حاله. فألا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقال. ولذلك الشاعر تقريبا النبي الشافعي قال: احب الصالحين، انا هو اليوم الشافعي اللي بيقول احب الصالحين ولست منهم، احب الصالحين ولست منهم، عني ان انال بهم شفاعه، واكره من تجارته المعاصي وان كنا سواء في البضاعه، واكره من تجارته المعاصي وان كنا سواء في البضاعه. ولذلك هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فرح بالصالحين، ولا واحد صالح يقول لنا لعل ان ننال به شفاعه، فلا شبثوا بهم ان لم تكونوا مثلهم الا التشبه بالرجال فلاحوا. قل قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، قل قولي هذا واستغفر الله. اخذ الله منكم موقف الجامع رجاء نملو صديق التبرعات. وسلام على عباده الذين اصطفى، بلغ العلا بجلاله، كشف الظلام بجماله، حسبنا الجميع في صالح، صلوا عليه واله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ثم اما بعد، ثم بعد ذلك ياتي دور التحليل، والظاهر اننا قد اطلنا في الوقت، فسريعا نستقبل شهر رمضان الصيام، ويختم بالمعنى الحقيقي للصيام. وان شاء الله في اللقاءات القادمه نحاول ان لسه في خطبه قبل رمضان نحاول نستضيف فيها كيف نحلل في رمضان. لكن المعلومه المهمه الان، الصيام اذا قلت لاحد ما هو الصيام يقول لك امساك عن المفطرات، شهوة الفرج والبطن من طلوع الشمس الى غروبها، وهذا كلام خاطئ. الصيام كما قسمه حجة الإسلام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين ثلاثة أنواع: صيام العوام اللي هو صيام عن شهوتي الفرج والبطن، وده الناس كلها تعرفه. ثم قال: وصيام الخواص، الناس الذين يفهمون الدين بشكل صحيح، وهو صيام الجوارح، صيام اللسان عما حرم الله، وصيام العين عما حرم الله، وصيام الأذن عما حرم الله، وصيام اليد عما حرم الله، وصيام القدم عن السعي إلى ما حرم الله. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه
مسؤولة تحقيق انضباط الجوارح. فإذا سمعت الأذن إلى نميمة فقد أفطرت الأذن، وإذا تكلم اللسان بالغيبة فقد أفطر اللسان، وإذا سعت القدم إلى حرام فقد أفطرت القدم. إمساك الانضباط كامل للكيان البشري عن كل ما حرم الله، ثم وصل إلى ما هو أبعد من ذلك، قال هذا صيام الخواص. أما الثالث فهو صيام خواص الخواص، وهو صوم الفكر، صوم القلب والفكر عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية، وجفه عما سوى الله سبحانه وتعالى. حتى الفكر والمجرد الخاطر لا يطرد في معصية الله. يبقى صوم عن شهوات الفرج والبطن، صوم الجوارح، وصوم الأفكار. هذا هو المعنى الحقيقي للصيام والحديث بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. فأروا الله من أنفسكم خيرا في هذا الشهر، واعلموا أن العمر قصير وعليه تحديد المصير، فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب على الصراط أقدامنا، وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤذرا على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، واكتبنا فيه من المقبولين الفائزين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فقط دقيقة لبعض الإعلانات المهمة. اليوم إن شاء الله ندعوكم إلى حضور الندوة الفقهية التثقيفية عن أحكام الصيام، وذلك على تمام الساعة 6 مساء. يحاضر فيها الأستاذ طارق والأستاذ رشا البدري والعبد الفقير، يجيبون فيها على الأسئلة والاستفسارات الفقهية المتعلقة بشهر رمضان المبارك. أيضا أريد أن أخبر حضراتكم من سنن الإسلام تزيين المساجد واستعدادها قبل رمضان. فندعوكم ونفتح باب التطوع للمساعدة في تجهيز إعداد المسجد وتهيئته قبل شهر رمضان، وذلك يوم الأحد القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. كما ندعوكم إلى المساعدة في تزيين المسجد يوم الجمعة القادمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمن يريد المساهمة في أي من هذه الأنشطة برجاء زيارة المكتب في الأسفل وترتيب ذلك مع الإدارة. كما أن أخيرا وختاما نود أن نخبر حضراتكم بأن هناك 7 أيام من 12 يوما للإفطار الجماعي في سلام قد تم تحديده، وبقي 5 أيام. فمن يريد أن يساهم سواء بالمشاركة الجزئية أو المشاركة الكلية فجزاه الله خيرا، وأقم الصلاة.